الصيني، لكن جزء من هذا الدعم بيذهب إلى التنظيم نفسه ولحمايته. وبشكل أمر واقع لا يمكن أن المجتمع الدولي ولا العالم العربي يترك الشعب الفلسطيني يموت من الجوع، فبيضطر وهو يعلم تماما أن جزء من المساعدات بيروح للحفاظ على تنظيم إرهابي حقيقي، لكنه في نهاية الأمر لا عنده هدف تحرير فلسطين ولا عنده هدف مصالح ولا عنده غير البقاء، الإبقاء التنظيم هو الهدف الاستراتيجي. عندما نتحدث عن مبادرات للسلام بتخرج، بنتحدث أيضا عن ما يجول في عقول الكثير من الرؤساء والزعماء بأن قضية سلام الشرق الأوسط ربما عدم حلها هو الذي يصدر الكثير من العناصر الإرهابية أو العنف سواء في المنطقة أو حتى المصدر للكثير من دول العالم. هل أصبحنا بنتحدث عن مبادرة سلام الآن في خضم محاربة للإرهاب نتحدث عنها أو يتكلم عنها الكثيرون في العالم، أم هي مبادرات حقيقية لحل القضية الفلسطينية؟ يعني فكرة التصريحات الرنانة أو فكرة المكاسب السياسية التي بتلقى على الطاولة في لحظات معينة، هل نحن بصددها الآن ومن ثم خرجت باريس بهذه المبادرة؟ زي ما قلت لحضرتك، هو التحرك كان في إطار ما يسمى أهداف الحد الأدنى وأهداف الحد الأقصى. الهدف الحد الأقصى اللي هو فعلا حل القضية الفلسطينية، إنهاء الصراع، ده الهدف الأقصى، لكنه هدف دون صعوبات كبيرة جدا. ومن بادروا بطرح المبادرة يعلمون أن الصعوبة الكبيرة في أنك تحدد تحقق الحد الأقصى ده، لكن أيضا كان هناك حد أدنى. دائما في أي عملية، يعني حتى على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، أنت عندك هدف صغير وهدف كبير. إذا لم تستطيع أن تحقق الهدف الكبير اللي هو التسوية النهائية، فعلى الأقل تمنعي تدهور الوضع الأمني الموجود، تدهور الوضع اللي ممكن يؤدي إلى حرب كبيرة ما بين الطرفين. فهو المبادرة الفرنسية ستنجح إلى تأجيل المواجهة ما بين الطرفين إلى حد ما، لكنها بشكل لكن خلت أيضا من الجداول الزمني، يعني لأنه كانوا متحسبين، لم يكن هناك سقف زمني لحل القضية، وعشان كده هم متحسبين. لو هو حط سقف زمني هيضطر يعلن فشله. يعني هو دايما السياسي في عنده البراعة بتاعت إن هو يبقى عارف إن العملية كلها فشلة، لكنه مش هيدي نفسه حد السيف اللي يخليه يقطع بيه رأسه، يعني فما يديش فترة زمنية، يتكلم على 6 شهور مشاورات وبعد 6 شهور يفتح سيشن تاني، يفتح مسار تاني، لكن هو طول الوقت يعلم ده الفترة الزمنية متاخدة حتى تمنع الاعتراف بالفشل. يعني فكرة التحريك الساكن أو حفاظا على ماء وجه الدول، يعني محدش لأنها قدمت جديد أم لم تقدم فيما يخص قضية يعني سلام الشرق الأوسط. اتفاق أوسلو عمليا من سنة 2000 وقع، احنا 2016، اتفاق أوسلو اللي عمل السلطة الفلسطينية وقع، نعم انهار تقريبا. يعني إسرائيل دخلت مناطق وخدت مناطق كانت موجودة في أوسلو أساسا، يعني كان فيها خدت مناطق كانت موجودة ضمن الأراضي التي حولت إلى السلطة الفلسطينية في اتفاق أوسلو. ورغم كده، هل ظهر من الجانب الفلسطيني أو من الجانب الإسرائيلي إنه حد يطلع يقول اتفاق أوسلو فشل؟ محدش بيطلع يقول الكلام ده أساسا، كله بيطلع بيتكلم حوالين اتفاق أوسلو. إسرائيل نفسها في أوج يعني قوة شارون لم تعلن نهاية اتفاق أوسلو. نعم، ما فيش كلام رسمي، ما فيش إعلان رسمي عن إبطال الاتفاق. هو دي الطابع، إنه محدش من السياسيين بيطلع يقول فشلنا، ما بيحصلش. نعم، بعد 16 سنة من فشل أوسلو محدش قال إن أوسلو انتهت. طيب، اسمح لنا أستاذ سعيد أن نذكر بهذا الخبر العاجل الذي نراه الآن على شاشة النيل الأخبار، وهو انتشال الجزء الذي يحتوي على ذاكرة طائرة مصر للطيران المنكوبة التي سقطت قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، الصندوق الأسود تحديدا. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبيد المتخصص في شؤون الطيران. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. بالفعل كما أشرتي، نجحت إحدى القطع البحرية الخاصة بالبحث والإنقاذ في انتشال الصندوق الأسود الخاص بكمرة القيادة، وأصدرت لجنة التحقيقات بيانها التاسع حول هذا الاتجاه، وأشارت إلى عدة نقاط. النقطة الأولى، العثور على الصندوق الأسود الخاص بكمرة القيادة. النقطة الثانية، أن الصندوق مهشم
النقطة الثالثة، أشارت اللجنة إلى أن ذاكرة الصندوق وهو الجزء الأهم والذي يحتوي على التسجيلات في حالة جيدة. النقطة الرابعة، سوف يتم تسليم الصندوق إلى جهات التحقيق. النقطة الخامسة، سوف يتم نقله وتستلم النيابة العامة لبدء إجراءات التحقيق. النقطة السادسة، سوف تقوم النيابة العامة بإسناد الصندوق إلى اللجنة الفنية مرة أخرى لإعادة تفريغ بياناته ومعرفة كشف سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط خلال الأسابيع الماضية، والتي راح ضحيتها 66 راكبا من جنسيات مختلفة. نعم، إذا نحن الآن في مرحلة أن إيجاد الصندوق الأسود بهذه الحالة التي تحدثت عنها، جزء ذاكرة سليم لكن الصندوق بشكل عام مهشم ويسلم إلى جهات التحقيق لتفريغه. بالفعل نعم. كما أشرت سيادتكم بهذا. نعم. بالفعل. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، الأستاذ محمد عبيد المتخصص في شؤون الطيران. نعود ونذكر مرة أخرى بأنه تم انتشال الجزء الذي يحتوي على الصندوق الأسود تحديدا للطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت منذ أسابيع في البحر المتوسط. وجد الصندوق في حالة مهشمة لكن الجزء الخاص الذاكرة هو سليم، ونستطيع من خلاله أو من خلال جهات التحقيق المختلفة والنيابة أن يتم تفريغ محتويات هذا الصندوق بواسطة اللجان الفنية المختلفة. هو الصندوق الأسود الخاص بقمرة الطائرة، الصندوق الأسود الخاص بقمرة الطائرة بالطبع سيكون فيه الكثير من التسجيلات الخاصة بقائد الطائرة المصرية المنكوبة التي راح ضحيتها 66 من المصريين والجنسيات المختلفة وطاقم الطائرة بالكامل. مرة أخرى الحديث متواصل مع حضرتك أستاذ سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وقضية سلام الشرق الأوسط. الآن بنتحدث عن مبعوث فرنسا للسلام في زيارة إلى مصر عقب الأردن. ما يمكن أن تضيف هذه المحادثات الثنائية حتى لو كانت مع أطراف على حدة؟ يعني خرجنا باجتماع في باريس 28 دولة، الآن هو يتحدث مع الأردن ويتحدث مع مصر. برأيك كيف تسير عملية السلام مرة أخرى إذا كان الجانب الإسرائيلي بيرفض المبادرة العربية برمتها؟ الآن بنتحدث عن شكل مشترك مرة أخرى من التشاور. يعني الإسرائيليين لما بيقولوا ان احنا بنرفض المبادره الفرنسيه والمبادره العربيه، الحقيقه هم بيقولوا كلام عكسه بعد كده، انه بالصوره الحاليه بالصوره اللي عليها المبادره هم بيرفضوها، لكن يريدون تعديلات. اعتقد انها مجرد ضغوط، اسرائيل ترفض لانها تريد ان تعدل في المبادره العربيه، ان يعني يجرى بعض التعديلات في المبادره العربيه. ودائما هذه طبيعه ايضا المفاوضات السياسيه في اي مكان في العالم، يمكن ان ترفض أي تعديلات من الممكن أن تضاف إلى المبادرة؟ يعني أنا تصوري أنه إسرائيل تسعى إلى إخراج الجولان من الباكج بتاعت التسوية كلها، باعتبار أنه عندهم مبرر يقولوا أنه فين الحكومة السورية. الحكومة السورية مش ومن سبق كان لها تصريحات في هذا الصدد أن الجولان يعني ستظل بيد إسرائيل، وبالتالي أعتقد أنه ضغطهم كلها من أجل إخراج الجولان، لأنه المبادرة العربية 2002 بتقول الانسحاب الكامل لحدود 4 يونيو 67 من كل الأراضي العربية في مقابل التطبيع الكامل ما بين العالم العربي وبين إسرائيل. فدلوقتي هو عايز يعدل وعنده ذريعة يقول فين الدولة السورية اللي هتتكلم باسم الجولان، ما فيش، مش موجودة أساسا. فهو عايز يستبعد دي، وبالتالي عايز يعمل تعديل على المبادرة العربية في تصوري، وما فيش كلام يعني رسمي في هذا الاتجاه، لكن أعتقد أنه هذا العقل الإسرائيلي يفكر بهذه الطريقة، إخراج الجولان من التسوية ثم التفاهم حوالين أنه يبقى القضية الفلسطينية ضمن إطار إقليمي أوسع بيتم التسوية فيه بدون ما الجولان موجودة فيه، على أساس على الأقل أن العالم العربي يقول والله لما تحصل عودة للدولة السورية مرة أخرى نتيجة الحرب الأهلية الحالية، لما ترجع بقى الدولة تبقى هي تتفاوض في موضوع الجولان. أعتقد ده التفكير الإسرائيلي الموجود. الجبهة الداخلية في إسرائيل، الرأي العام الإسرائيلي و ربما الكثير من الاستطلاعات خرجت بأنه يميل إلى دفع عملية السلام هو الآخر، أو يريد أن يعيش في سلام مع الفلسطينيين درءا لأي نوع من الاعتداءات المتبادلة أو الهجمات
من كافة الجوانب، لكن الجانب اليميني على خلاف هذا تماما، خاصة في ظل هذه الحكومة المتشددة. إذن كيف ترى سطوة هذه القوى الداخلية في تعديل الرأي أو تعديله داخل إسرائيل، أو ربما التخفيف من وطأة هذا الرفض لدفع عملية سلام؟ أنا تقديري طبعا الرأي العام الإسرائيلي هو أهم وأقوى أداة ضغط على الحكومة، مش الضغوط الخارجية خالص. دايما كان في تصور أن أمريكا أو أوروبا أو النظام الدولي قادر على أنه يضغط على إسرائيل لتحركها في اتجاه السلام. الحقيقة لا، ده مش صحيح. اللي بيضغط الضغط الحقيقي هو الرأي العام الإسرائيلي، هو اللي في سنة 77 كانت في أكبر وأول حكومة يمينية كبيرة تشكلت في هذا الوقت بزعامة الليكود ومناحم بيجن في يوليو 77، لكن لما حسوا أنه في رغبة من جانب مصر أنها تطرح مبادرة تبشر بسلام، الرأي العام هو اللي ضغط على اليمين المتشدد لكي يتعامل مع المبادرة. هل من الممكن أن تعاد الكرة مرة أخرى باختلاف المعطيات تختلف؟ لدى المجتمع الإسرائيلي نفس الشعور أنه في فرصة، أنه لأول مرة الدول الإقليمية الكبرى في المنطقة، مصر، السعودية، إسرائيل، تركيا، لديهم رغبة في إنهاء القضية الفلسطينية. هم يشعروا بهذا من خلال التحليلات اللي بتقدم ليهم في الصحف ومن كتاب الرأي، إن في فرصة. وبالتالي هو بيضغط جوه الحكومة. الحكومة الإسرائيلية يعني كانت ب61 مقعد بس، يعني كانت حكومة ضيقة جدا وممكن تسقط في أي وقت. والمشكلة إنه حزب زي حزب البيت اليهودي اللي بيقوده نفتالي بنت زعيم المتطرف، وده رافض أساسا فكرة الانسحاب، ورافض فكرة كوفلستان، رافض حدود 4، يعني رافض حتى مجرد التفاوض بأنه يخش أي مفاوضات من أي نوع. فإذا المجتمع الإسرائيلي اللي ممكن يضغط على حكومة نتنياهو أنه يدخل في النهاية أحزاب تميل إلى فكرة التفاهم، أو عنده حزب يش عتيد عنده 11 مقعد وعنده حزب العمل عنده 24 مقعد، يعني نعم. يعني يقدر لو شكل حكومة كبيرة يكون في نوع من من الضغط المجدي، يقدر يبقى الرأي العام قدر يضغط. لكن هل نتنياهو يستطيع أنه يتحمل حكومة فيها التيار ممكن يسقط له حكومته بعد كده؟ وده حصل قبل كده ما بين العمل وما بين اللي كود في سنة 90، كان في ائتلاف بينهم، لكن المؤامرات دائما بيكون كبيرة جدا لما يكون في الحزبين الكبار في حكومة واحدة، اللي هي حكومة بيسموها حكومة واحد وطنية تجاوزا يعني. نعم. فبالتالي في رأي العام الإسرائيلي الآن ضاغط ويشعر، عنده شعور، ما عندوش يقين وما عندوش معلومات كتير قوي، لكنه عنده شعور إنه في فرصة للسلام، فيضغط إنه لو في فرصة ننتهزها. نعم. على الجانب الآخر نفس السؤال، هل الشعب الفلسطيني في ظل كل ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات للمسجد الأقصى أو باحاته أو حتى سياسات الاعتقال وسياسات القبض حتى على صغار السن والقصر، هل كل هذا مهيأ به الشعب الفلسطيني أن يتقبل عملية سلام مع إسرائيل؟ أنا بقول لحضرتك حماس النهاردة لو هي بتقود الرفض للمبادرات السياسية السلمية، لو دخلت انتخابات ما تاخدش 20%. أغلب الشعب الفلسطيني عندما يشعر بأنه في أمل، لأنه بيعاني، الشعب الفلسطيني معاناته ليست مسألة بسيطة. ده نتكلم على القطاع، هو محاصر من جانب إسرائيل ومحاصر من جانب حكومة حماس. حماس يعني بالسياسات الأمنية التي تتبعها داخل القطاع، سجونها مليئة بالمعتقلين من الطائرات الأخرى، عمليات القتل على الاختلاف على الهوية بتتم، المعاناة الاقتصادية، المعاناة الاجتماعية، يعني في معاناة ضخمة جدا. أغلب الشعب الفلسطيني عايز يتخلص من هذه المعاناة. إذا ظهر هناك أمل حقيقي، لا حماس هتقدر تقف، سيسير فيها ولا حماس تقدر تقف قدامها. حماس ليست بالقوة الحقيقية، حماس قوة القبض الاستبداد والقمع هي اللي عندها، لكن لها من ناحية القبول بالفكر السياسي لحماس ضعيف على الأرض. مواقف الولايات المتحدة الأمريكية دائما متأرجحة، خصوصا بوصفها بأنها الراعية لعملية السلام، وهي ربما الداعمة لما عكس السلام. فكرة دعمها الدائم لإسرائيل وسياستها، فكرة عدم تحريك الساكن فيما يخص عملية السلام، وأن يكون هناك الشريك الأوروبي الذي يتحدث الآن عن عملية السلام، هل ستقبل الولايات المتحدة بهذه الفكرة أم ستجهضها
لكي تظل ربما هي القائد الأوحد في هذه العملية؟ يعني إلى الآن الأمريكان ما